الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. المتهم البريء هو الأرز، لأن دايما بنقول عليه شره في استهلاكه للمياه، والدولة بتقوم بمجهود كبير جدا في تحديد المساحات لتتناسب مع احتياجات المواطن، وكمان في أماكن يجب أن احنا يتم زراعة الأرز للحفاظ عليها من التآكل، لكن علمائنا وأبحاثهم ما زالت بتقدم كل ما هو جديد للتوسع في زراعة الأرز، للتوسع في إنتاج سلالات مقاومة للظروف المناخية وللظروف الصعبة. النهاردة هوريكم نموذج جميل جدا لتجربة هامة، وإن نجاح هذه التجربة يعد انطلاقة جديدة في زراعة الأرز في مصر، وتحقيق نوع من الاستقرار بالنسبة لهذا المحصول. بيشرفني في هذه الفقرة الدكتور بسيوني زايد، أستاذ زراعة الأرز بمركز البحوث الزراعية ومدير المحطة الإقليمية بشمال سيناء. منور يا دكتور بسيوني. ربنا يعزك. أهلا بيك. شمال الدلتا. شمال الدلتا. ربنا يعزك. أهلا بيك. ربنا يخليك معانا. وكمان بيشرفني يعني الفارس المصري، اللي دايما بقول الفلاح المصري هو البطل الحقيقي في هذه المنظومة، المدافع عن الأمن القومي الغذائي، المتحمل لكل المهام والصعاب، هو حصن شديد لتوفير كل ما يلزم المواطن من محاصيل مختلفة. بيشرفني في هذه الفقرة أيضا الحاج علي عبد الرازق، هو مزارع أرز بالنبرية. ازيك يا حاج علي؟ الله يكرمك. حضرتك ازي حضرتك؟ النبرية محرومة من زراعة الأرز، ولكن أنت بتتمتع بميزة، بتزرع الأرز وتحت عين وسمع الدولة ووضع قانوني. أنت مختلف ليه عن بقية الناس؟ والله هي تجربة في البداية. دكتور بسيوني لما قال لي تشجعنا عليه، تشجعنا مع بعض، فقال لي انت تجربوها، قلت له ما فيش مشكلة. فزرعنا سنة 21 وسنة 22، السنتين اللي فاتوا زرعناها. يعني 22 كان فيها ايه محصول أحسن من 21، عشان تداركنا شوية أخطاء وعدلناها، وإن شاء الله هنزرع السنة دي بإذن الله، وتداركنا برضه شوية أخطاء في الري والصرف، وهيبقى الوضع احسن من اللي يبقى فات. العنوان الرئيسي ان دي زراعه الارز بالتنقيط، المحصول الارز بيعيش في الميه وبيحب الميه وبنسقيه كتير، دي كلها العبارات اللي بتتقال الطبيعيه على الارز، الوضع الطبيعي بتاعها. لكن الدكتور بسيوني كان ليه وجهه نظر تانية خالص بيطبقها. الموضوع جه ازاي يا دكتور بسيوني بقى؟ الموضوع جه ازاي حضرتك؟ طبعا زي ما انت عارف احنا بنعمل ضمن منظومه متكامله، وطبعا طبقا لتوجيهات عده، توجهات مصر اولا اللي هي البلد اللي احنا عايشنا فيه، وظروف مصر دايما صعبه بصفتها بتقع تحت ايه او في منطقه اللي بيسموها السيمي اريز او المناطق اللي الشبه جافه، وان كان بعض التغيرات المناخيه اصبحت ايه شديده الايه الجفاف، فدايما فيه جفاف وفيه ايه ملوحه ومعاهم الرز. الرز طبعا ليه طبيعه زي ما اشرت حضرتك في المقدمه، وحضرتك استاذنا في هذا المجال ومعاشرنا دلوقتي ومعاشر الزراعه. انا اتعلم من حضرتك. لا وحضرتك دلوقتي بعيده جدا، يعني حضرتك احد رواد الاعلام الزراعي البارزين في هذا المجال. شكرا يا دكتور. فيعني انا بتحييك. فطبعا الرز والجفاف وسمي. انا عايز اقول هنا حاجه هستوقف. انا شفت نماذج كثيره جدا، انتم حضرتك وزملاء حضرتك من الباحثين والعلماء بيطبقوا زراعه الارز الجاف من سنين. من سنين ليه ما انتشرش؟ لا هو حضرتك دلوقتي، لا هو مصطلح ده، هو مش الرز الجاف، الرز اللي بيتحمل تطويل فترات الري، واخد بال سعادتك، او اللي احنا ممكن نزرعه تحت ظروف الايه قله المياه، بنحاول، لان الرز الجاف هيدخل في حاجه ثانيه هيلخبطني معاه، اللي هو الرز الجاف اللي بيزرع على اللي هو على القمم الجبال والحاجات ديت، على شويه مطر بينزلهم وده بيدينا نص طن في الفليكتر. احنا حاولنا بقى نجيب الرز بتاعنا ونعمل ايه حاله وسط ما بين ده وده. يعني هنا في معادله ان انا عندي اصناف بتتزرع رز جاف في مناطق قاحله، فانتاجيتها ضعيفه. هي في احد المحافل العلميه معاليك استاذنا كبير، هل يمكن زراعه الرز بالتنقيط؟ فرد عليه استاذ ثاني قال له لا، هو هي القصه إيه؟ انا عندي الرز حساس الملوحه وبزرعه تحت ظروف الاراضي الملحيه الاصناف المتحمل، وبتنجح وبتديني محصول اقتصادي او مرضي لو تحدثنا عن اقتصادات الاراضي الملحيه. ما هي الملوحه عباره بتعمل ايه؟ بتعمل ضغط اسموزي عالي، يعني جفاف، النبات ما بيقدرش يمتص ايه الميه. فيسيولوجيا النبات نفسه، طريقه حياه النبات نفسه. واخد بال سعادتك؟ النهارده النبات الارز لما بيمتص الملوحه بتخنق الرز نفسه. ما هو تاثير الملوحه يعني في تاثيرين رئيسيين معروف كل اي حد يعرفهم، ان هو بتعمل ضغط اسموزي عليه حوالين منطقه النمو، فبتزود الضغط الاسموزي خارج نطاق الخليه في حوالين الجذر يعني، فما يقدرش يمتص ميه.
الصنف المتحمل بيعيش تحت مثل هذه الظروف بالميه اللي هو ايه بيستطيع انه يخس، واخد بال ما عليك، وما تاثرش على انتاجيته. طبعا ايه لو الاصناف المستنبطه هتقل انتاجيتها المتحمله لازم تقل عن الظروف العاديه، ولكن طبعا ايه باقتصادات الارض من الحيوان اللي هنتكلم عليه واللي واضح في التجربه وحضرتك هتشوفها باذن الله في الفيديو المعروض قدام حضرتك. فهي جت هنا الفكره، زائد ان اصلا الرز معروف ليه اساس او اساس للاستهلاك المائي بتاعه، اللي هو معروف دايما عند الناس حبايبنا والعلماء اللي يعرفوا كل حاجه، اللي هو الاستهلاك المائي الفعلي. معروف ان انا لو وصلت النبات للاستهلاك المائي الفعلي بس، وده معروف اللي هو النضح بخر، واخد بال ما عليك، ده بحوالي يعني 720 ملم مكعب، ملم قصدي في الموسم، هيعملوا لي حوالي 3000 متر مكعب في الموسم، ده بيسموه النضح بخر، او اللي انا اوصل النبات كميه الماء دهيت واديني محصول اقتصادي مرضي جدا وما يتاثرش. يعني انتم وصلتم للحد المائي كام؟ مقارنه المائي كام في هذه التجربه؟ في هذه التجربه 2600 متر مكعب ماء مقارنه بكام لنفس الصنف جيزه 179 تحت ظروف الري بالغم بياخد 5000 متر مكعب ماء، يعني تقريبا توفيرا حوالي 50%. انا لو قارنته لاحد الاصناف اللي هم طويله لانه بيقعد 120 يوم في الارض بالظبط، في الطريقه ديت بيبدا يطرد سنابل عند 75 يوم، وادي له حمايه حضرتك كمان 35 يوم، يعني يحصد على 110 يوم، واخد بال سعادتك، يعني شيء خرافي جدا، واخد بال معاك، حصاد على 110 يوم 110 يوم 2600 متر مكعب ميه، متر مكعب ميه في الموسم بتاعه في 110 يوم بيطرد ادى كام طن بقى حضرتك؟ عم علي يقول لحضرتك اهوت، اصل احنا قدرنا القطاع الاقتصادي جه قدر طبقا لتوصيل، احنا هنا شايفين على الشاشه وهم بيقدروا الانتاجيه في الدور المشهد اللي فات في دوره وفي جسد انت انت عامل كذا تجربه دوره رفيعه طنجت كل وقصب دوره شاميه وقصب والارز ثلاثه بالارض. هي المساحه عندك كام كام فدان اللي انت حضرتك زارعها؟ اللي زارعها رز احنا كنا زارعين السنه دي السنه اللي فاتت بالظبط حوالي 15 قرى، واخد بال معاك، السنة الجاية بإذن الله عم علي بالخط نزرع أربع فدان إن شاء الله فحضرتك بإذن الله. وبعد هنا إجهادات بيئة يعني كثيرة جدا، ملوحة في الأرض، ملوحة في المي، وزائد الري بالطنجرة والمية ارتوازي. ليه بقى؟ لأن إحنا استخدمنا صنف عملاق ظلم كثيرا اللي هو 179 في هذه التجربة، وده زي ما قلت لحضرتك 2.6 طن في الفدان. ده إيه؟ عم علي هو اللي قال لي راح حصد الأرض كلها، لأن معالي الوزير بيؤكد على هذه العملية، بقول لك ايه حضرتك تروح تقدر لي مترين ولا حاجه بتوع الاقتصاد الاقتصادي يعني، لا انا عاوز المحصول الفعلي اللي جاب الفلاح بعد ما بعد التقديرات 2650، لان انت ممكن فعلا يعني معالي الوزير بيأكد على نقطه مهمه ان النتيجه تبقى واضحه في الملوحه معاليك. هنا انا يعني برضو للساده المشاهدين يا ريت يا استاذ سامح لما نيجي المشهد الملوحه ده نوضحه مره ثانيه، هي الملوحه باينه طافي على وش الارض، الميه ارتوازي. انت الميه الملوحه بتاعتها كام جزء حللتها؟ كام جزء في المليون ولا ما حللتش؟ لا حللتها انا مع حضرتك لما الدكتور اللي حلل. هو حضرتك الميه بتتراوح ملوحتها من 1280 جزء في المليون لحد 1900 جزء في المليون، ده ايه من بدايه الموسم حتى نهايته 1900 جزء في المليون من 1200، ودي ميه ارتوازيه يعني ارتوازي. وبعدين معروفه النبريه، وانت حضرتك في جمعيه اللحوم ارض اللحوم فحتى المنظر ده زارعين هناك، ده المشهد بتاع الارض عارفين ان الصوره دي تعتبر طبيعيه قرية 19 اللحوم وتم زراعتها قبل كده. ده الصنف جيزه 179 طبعا اللي. الارض دي قبل ما تزرع التجربه دي كانت عامله لك مشاكل مع محاصيل كتير، عامله مشاكل على اننا حوالي مزارع سمك. شوف حضرتك مزارع سمك يعني ده انت كمان الارض بتاعتك مزارع سمك من ثلاث نواحي في مهب الريح. وبص حضرتك شوف المصارف قد ايه، طب المصارف قد ايه يعني على المصارف يعني جداً. كل 12 متر او كل 15 متر مصره. اصل بعض الزملاء حضرتك بيتهمونا برضك ان الارض منشعه، شوف المصرف اللي بينها وبين المزرعه السمك قد ايه وداخل الارض نفسه، عشان برضك من 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 ضمن ادبيات وتكنولوجيات وفنون واداره الاراضي المتاثره بالاملاح ان احنا بنقسم بنعمل المصارف على مسافات واسعه معروفه في الطور الاول للاستصلاح من 12 ل 15 متر، الارض لما تتحسن شويه ممكن ازودها 20 متر، وده موجود اهو ادي الصنفه ده الحصاد. ده ايه لما رحنا التقييم الاقتصادي والمهندس القطاع الاقتصادي قالوا ان طبعا التقييم الاقتصادي ده لجنه محايده قانونيه مش هتعرف تجامل في الموضوع. عايز اركز بقى مع حضرتك بس وبرضك طبقا لتوجيهات معالي الوزير بيقول لي الفلاح يجيب قد ايه الفعل، ده اللي ايه يكون اكثر ايه مصداقيه، ممكن برضك اروح اختار مثلا مترين فيهم النمو كويس والمحصول كويس،
فعم علي احنا بعد ما مشينا حصد الارض وقال لي جابت كام شوال. لا بس في جزئيه برضه انا عايز اكد عليها هنا، اللجنه الاقتصاديه لما بتيجي هو بياخد عينات مفرقه من الارض. يعني هو برضه حتى لو حضرتك من حبك للمحصول هتقول له لا الحته دي، لا هو الراجل ده جاي عارف هياخد عينات منين في الارض طبقا للاحداثيات. هو ما بيسمعش كلامي. عملوا كده يا دكتور. والمتر ده بكيلو و100 جرام. كيلو و100 جرام. بس كانت نسبه عاليه، فانا قلت لهم لا مش هينفع، دي نسبه فيها رطوبه لسه فيها خضار، خفضوا النسبه شويه. ولا أيوة. كله مكتوب في التقييم. والتقريب فيه الكلام ده كله. طب انا عايز اركز مع حضرتك بقى شويه، لما جينا قلنا هنزرع على الارض رز. أيوة. الارض عندي فيها ملوحه، وانت كراجل فلاح عارف ان الملح ده عدو الزرع والرز. أيوة. حساس. أيوة. احنا ممكن لغايه 700 جزء في المليون الرز. يعني طبعا الشغل الملوح ده فيري شغل معقد جدا، واخد بال سعادتك. الرز اصلا من المحاصيل الحساسه الملوحه، بيتحمل لحد الحد الحرج بتاعه. الحد الحرج ايها الساده العلماء، ايها الساده المشاهدون المحترمون المزارعون وغير المزارعين والمهندسين الزراعيين، الحد الحرج معروف كده. الحاجات دي اللي قدرها ماس اند هوفمان سنه 1977، وجه معمل الملوحه الامريكي، معمل الملوحه الامريكي الموجود في ريفرسايد بي ولايه كاليفورنيا، احد اشهر المعامل اللي هي تقسيماتها بتدرس في الجامعات المصريه في كليات الزراعه دلوقتي، برضك اشتغل على نفس الايه اللي هو عمل كلاسيفيكيشن او تقسيم لتحمل المحاصيل المختلفه للاراضي الملحيه او للملوحه عموما. شغل الملوحه فيري كومبليكيت. فقال ان الرز الحد الحرج لتحمل الملوحه في الرز 3 ملي موز. 3 ملي موز يعني حوالي 1000، واحنا قلنا ب 640 حوالي 1900 ايه بي بي ام طبقا لملوحه الايه التربه. اما ملوحه مياه الري 2 ملي موز اللي هم بيعادلوا تماما 1280 جزء في المليون. طبعا جزء في المليون معناه ملي جرام على اللتر. ملي جرام على اللتر يعني كل لتر في الحاله ده هي هيحتوي كام؟ 1200 ايه ملي جرام، يعني 1.2 من 10. يعني احنا بنتكلم على 1200 جزء في المليون تقريبا. ده الحد الحرج. الحد الحرج اللي هو دي الذي بعده يقل الايه الانتاج المحصول. المحصول بيكبى طبيعي، يقل المحصول ب 1% 10%، واخد بال معاك؟ لان في ناس تقول لك طب احنا رحنا اشتغلنا مثلا على محصول القمح، معروف ان القمح الحد الحرج لتحمل الملوحه في القمح 6000 ملي موز على السنتي، يعني حوالي 3200 جزء في الايه في المليون، لقيناه بيقل ايه يعني لا عند مستويات ملوحه اقل من كده. اقول لسعادتك معلش الناس دي قدرت الحاجه ديت، بيثبت جميع العوامل وبيجعلها مثاليه ما عدا عامل الملوحه فقط، وده اللي انا تعلمته شخصيا في معمل الملوح الامريكي لما كنت فيه سنه 2000. بس لان في اسمها مشاكل الاراضي الملحيه، او تاثير الاراضي الملحيه والمشاكل المرتبطه بالايه بالملوحه. فانا لما اقدر حاجه زي ديت بحل جميع المشاكل ما عدا تاثير الايه الملوحه فقط. فالكلام اللي انقال دهوت واللي احنا لقيته في الرز، انا بشتغل في الملوحه وملوحه الرز سنه 1995 حتى الان ولم انفصل عن هذا الموضوع. فبعده الحد الحرج زي ما قلنا الرز اللي هو 1200 جزء في المليون طبقا لملوحه ميه الري، عشان ملوحه ميه الري اصلا هي احد المسببات الرئيسيه لتمليح الايه الطب. انا برضو هنا عايز اركز مع الحاج ليه بقى. انا طولت سعادتك. لا ده انت بالعكس انت بتشرح بالتفصيل. بس انا هنا بقى ده المردود لعلمك. لان الملح اللي بيهاجم زرعه بيجبره على اشياء باهظه الثمن، يقول لك انا هدق ماسوره جديده، انا هقلع شجري، وده بسمعه من عند حضراتكم في المنطقه لما بيفشل في الزراعه بسبب ارتفاع نسبه الملوح. لكن النهارده لما اجي وازرع محصول زي محصول الارز ويكون حده الاقتصادي مرتفع، فانت كده حسيت ان ده كمان هيحقق لك ربحيه. لا طبيعي، السنه اللي فاتت دي كانت كويسه، اللي اول سنه زرعناها قد سطحيه، وفي بحضرتك اما الملوحه طغت عليه اثرت عليه في الانتاج. عملت ايه بقى الموسم ده؟ الدكتور بسيوني قال لك تعمل ايه؟ عدلت. انا كنت اقترحت على الدكتور بسيوني بعد ما خدنا اول سنه والانتاج ضعف، وجات في اخر السنه لما مزرعه السمك بدات تصفي الميه والميه عدلت منسوب الارض، الرز اتاثر. اول سنه اتاثر جامد اللي هو كان سطحي. فدي السنه بعد ما قلت الدكتور ارض مستويه يعني. يا دكتور قال نعم. قلت له احنا عايزين مصطبه الارض عشان نعمل جلبيه كده يسقط فيها الملوحه بتاعه المصطبه. الخرطوم فوق على المصطبه من فوق. الميه ما بتنزل بتاخد ملوحه وتنزلها في الايه في الواطي. وزرعنا المصاطب وكانت النتيجه انها السنه دي عدت كويس. عملت مصطبه عشان الملح ينزل في الجلبيه كامله. برضك انا عايز اوضح نقطه وعم علي ناس يذكرها بالاضافه. انا بقول ده فن
وعلم إدارة، يعني الصنف رقم واحد، رقم اثنين الإيه؟ الإدارة. صنف 179 اسمه. ده 179 في إدارة، إحنا دايما كنا بندوله مصلحات إيه للملوحة، حتى هو فاكر لما قلت لك هات لي مولاز، أيوه هات لي معروف، لأن المولاز ده أحد مصلحات التربة الرخيصة جدا، لأن فيه كالسيوم معروف إن مصلحات الملوحة اللي يعني هو الجبس الإيه الزراعي، أيوه. فأنا يعني بستعيد عنه وبضيف دايما مع النقطات، واخد بال سعادتك في التسميد، بنحط بضيف إيه المولاز الإيه الزراعي، زائد إن هو فيه مواد مصلحة تانية ده من خلال التربة ومن خلال الإيه الرش، فإحنا بنعمله برضك. المولاس من أرخص المواد المصلحة للتربة، واحد إيه واخد بال سعادتك الكيلو كنا جايبينه بحوالي 2 جنيه أو بجنيه ونص، أنا بضيف للفدان حوالي إيه 20 كيلو جرام، ما هو ده من فوائد الري بالتنقيط، تقليل الأسمدة زائد تقليل الإيه المواد الكيماوية المصلحة للتربة، لأن أنا بضيفها مع الإيه مع الري مع الري مع الري في السماد، واخد بال سعادتك. فهي دي بقى دي الطرق الذكيه. طبعا هناك فوائد عده انا باجملها طبعا، وحضرتك كنت معانا في لقاء مع الوزير في المعهد، قال يعني انا كان نفسي اعرف من احد الباحثين فدان الرز بينبعث منه قد ايه مثال في السنه. طبعا انا كنت قاعد في جامعه فما رضيتش اتكلم. من ضمن بقى مميزات هذه الطرق انها بتقلل انبعاث غاز الميثان الى اقصى حد ممكن. عموما الحمد لله احنا يعني انبعاث غاز الميثان او فدان الرز بيبعث حوالي من 7 ل 8 كيلو جرام سي اتش 4 اللي هو الميثان سنوي، تحت هذه الطريقه لا ينبعث اي ايه غاز ميثان. حسبتها ازاي يا دكتور؟ طبعا هو في طرق يعني برضه هي دي معقده شويه ان هي لا لا هو 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 في كذا طريقه لايه لحسابها، واخد بال سعادتك. طبعا معروفه بالطرق القديمه كانوا بيعملوا شامبر غرفه يعني ولمده معينه وبياخدوا منها ايه عينه ويروحوا المعمل ويحللوها بالتحليل الكروماتوجرافي ويشوفوا ايه غاز الميثان طبعا قد ايه في المتر المربع حصل قد ايه في الثانيه وحسبها للساعه وخلال الموسم كل. بس طبعا هو يعني انا ما قدرتش اعمل حاجه لان ثبت اصلا ان 90% من انبعاث غاز الميثان ايها الساده العلماء المحترمون تنبعث من 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 نبات الرز نفسه، بيدخل حضرتك عن طريق الجذع الفراغات الهوائيه الموجوده في الرز وبيطلع من الانابيب اللي هي متصله من الفراغات الهوائيه الى الورقه وبيطلع الخارج. يبقى 90% من انبعاث غاز الميثان دي احنا عندنا جهاز بنروح نشوف انبعاث غاز الميثان من ورقه الرز نفسها وبنحسب بقى انا عندي مساحه الورقه كام في المتر المربع هيبقى كام وحاجات من دي. فطبعا احنا حسبناها على مدار الموسم. احنا هنا التجربه مراعيه ابعاد كثيره جدا، الصنف، درجه ملوحه الميه في التربه، درجه الملوحه في الميه وفي التربه، طريقه الري، ري بالتنقيط بالمعالجات والمعالجات، الزراعه على مصاطب، اكيد تجهيز التربه، حضرتك قلت اضافه الملاس، لكن الملاس ده اكيد ليها اضافات اخرى واستعداد لتسميد الارض تسميد متوازي. وطبعا هو من ضمن الحاجات برضك اللي احنا بنوصي بيها في السنين القادمه ان انا لازم اضيف سماد بلدي للارض التي تزرع في سواء كانت رمليه واخد بال سعادتك او رمليه طفليه زي هذه الارض واخد بال سعادتك، لان السماد البلدي ذو قدره عاليه. احنا شفنا ما بين المصاطب وهنوقف يا سامح هنا، هي دي طبيعه الارض. يعني حتى ما بين المصاطب اللي مزروع عليها الرز ارض رمليه الملوحه باينه فيها، ممكن يكون في فراغ متروك في الارض نوعها صعب نفسه، يعني نوعيه التربه هي غير جيده للزراعه اساسا، فانت لما تيجي كمان تزرع فيها ارز ولذلك الجوده بتاعه التربه يعني. بس هي التربه دي فيها ميزه نسبيه عن تربه المغره اللي انا كنت عامل فيها التجربه دهيت، ان ديت ارض ايه طفليه رمليه. الارض الطفليه الرمليه ذات قدره عاليه على الاحتفاظ بالميه، يعني تكاد تقارب ما يتم في الارض الايه الطينيه. ولذلك انا بنصح اي حد، عشان في ناس كتير اتصلوا عايزين يزرعوا قريب التنقيط في الاراضي الرمليه، ان هو لابد ان يقوم باضافه السماد البلدي او اي مواد اخرى زي البيت شار لزياده قدرتها على احتفاظها بالايه بالميه. يعني انا هي اللي جنبك دي المزارع السمكيه، مزارع سمكيه علينا، دي مزرعه سمكيه، دي مزارع، شوف دي مزرعه سمكيه، كلها مزارع، ادي مزرعه سمكيه، وييجوا يحاربوا عم علي عشان هيزرع رز بالطنقيه. هاو كام يا مهندس الراي حاجه، يعني حاجه عجب. هاو كام هنا بقى لازم يبقى في تنسيق ما بين الري والزراعه. يعني انا عندي تجربه تحت اشراف علمائنا، احنا بنتكلم على يعني خبره العلم المصري في الزراعه والفلاح المصري، طبيعه الارض مختلفه وطبيعه الميه ومصدرها كمان، واراضي كاد لا تجود فيها محاصيل اخرى،
فهنا لازم يكون في تنسيق ما بين الزراعه والري، ودي مشكله بقالها سنين. يعني هو مهندس الزراعه. بس حضرتك وقفت على الصوره اللي بعدها. طيب عايزين نرجع الصوره دي يا سامح تاني، الصوره اللي قبلها شويه على الاقل في الحقل الارشاد زي دي. لا كان في صوره كان فيها شفت حضرتك بس بعد اذنك. ايوه هي دي. شفت ده حضرتك اهو ده اهو المنظر ده. يعني كثيرا من زملائنا ما ياخدوش بالهم ده، هو يوضح تاثير او اعراض الملوحه، لان هناك فرق كبير بين تاثير الجفاف وتاثير الايه الملوحه. ما يعرفوش الا المتربي على لحف الغيط، الباحث المتربي على لحف الغيط. الاوراق الكبيره المسنه الجافه هذا تاثير واضح او دليل واضح على تاثير الايه الملوحه، لان هذا الصنف لديه ميكانيكيه حيث يقوم بابعاد غاز بابعاد عنصر الصوديوم المنتصف للاوراق المسنه. سؤال لما تنزل عليك يا باشا عن اهميه التنسيق، وده لازم يكون في تواصل ما بينكم وما بين الري. وحاجه عاليه هيجي له مهندس الري هيحرر له محطه. ما دي المشكله. وفريحه ايه؟ لا مش مشكله، مزرعه سمكيه. عايزين لها حل من دلوقتي، لان احنا هو بالنسبه للحل هو طبعا لما انا كنت اشتغلت في 21 لوزاره الزراعه ووزاره الاشغال ووزاره الوزراء، فالشكاوى ما كانتش فيها رد. فلما الحلقه بتاعت التلفزيون اتذاعت في 24/8 الوزير الري عمل فاكس للايه للري بتاع الري الناصر، فدي مهندس يا عين سمى زرع السمك، ودي ودنا بتزرع رز ليه بالطنجيه، وبعت له جواب رسمه قلت له طب انت سايب مزارع السمك او تعمل تقرير، ما تعمل تقرير الموجود دي خراطيم اهي وميه ارتواز اهي، وبيعمل تقريرك وخد ارفعه للسيد الوزير وشوف ايه اللي هيحصل. انت تقول لي بتزرع ليه؟ قال ما 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 انت زرع رز وما في رز ممنوع، قلت له طب السمك مش ممنوع؟ انا لو انا عندي قانون بينظم عمليه استزراع السمك وقانون بينظم عمليه الزراعه هو يطبق على الجميع بما فيهم الله حضرتك. الله يفتح على حضرتك. فاللي انا بطلبه هنا من الساده المسؤولين ان يبقى في تنسيق. احنا عندنا تجربه بحثيه مهمه جدا، وهذه التجربه بالادله العلميه المثبته لن تستهلك كميات ميه شرهه. يعني الراجل ده مش هيبقى عنده اهدار للمياه، هوافق له واقنن له وضعه ولا هقول له انقل التجربه، انما ما سيبوش بيشتغل منفرد. دكتور بسيوني هنا السؤال، انا ما بحتاجش مشتل ولا بعمل ارض مشتل؟ زراعه مباشره. ده زراعه مباشره بالبلانتر كده حضرتك. يعني حتى المشتل اللي هو بيقول لك بيستهلك ميه وبتبقى الاراضي غير حاجه مفيش. زراعه مباشره. زراعه مباشره. زراعه مباشره بالبلانتر كده. زراعه مباشره بذره جافه في ارض جافه ثم الري. بذره جافه في ارض جافه ثم الري. ايوه. وعلى طول بقى انا صورت دي قبل كده في كفر الشيخ عندكم. كان الجو شديد الحراره وكانت الارض شكلها ما اتروتش بقى لها فتره ده قله ميه والرز موجود وشغال وكان علمائنا بيتابعوه بس مش تنقيط. ما كانش تنقيط ساعتها، انما النهارده انا كمان عندي التجربه دي تنقيط. يعني حتى لما الزرع يعطش هياخد المقنن اللي هو محتاجه اللي هو انا بقول له بس الارض وخلاص ما فيش ميه بتقف في الارض. ده هو الاكثر كمان معاليك ان احنا زرعناها على مصاطب واخد بس وبنروي في الخط. دي كان عندي حوالي 12 فدان السنه اللي فاتت في مركز اجدة قهلية، وجايبين انتاج روعه. كان الصنف جيزة 179 والصنف سخا سوبر 300. طب انا غير تنقيط بيروى بالحوالي كل سنه. كل سنه راي المزارعين جنبك ايه لما شافوك زرع رز؟ هم شافوا التجربه دي؟ هم شافوها عايزين يزرعوا. كميه التقاوي او التقاوي اللي طلعت من دي راحت فين يا عم علي؟ موجود انباعت يعني انباعت عشان يزرعوها تقاوي. لان انت كمان عندك الجيران هم بيعانوا في بعض المحاصيل، هو يقول لك انا مش عارف ازرع من الملوحه. ما هي ملوحه مكاسي على كله. زيد على كده السنه دي ان شاء الله التعديل اللي احنا زرعوه باذن الله في تعديل. يعني السنه اللي فاتت تعديلنا خططنا وعملنا مصاطب. شوف في الفراغات. ايوه دي كلها فراغات. ايوه ومحسوب عليا في المساحه. تمام. يعني الفدان بيجيب كام؟ هو ده الكلام. انت عندك مساحه هيتلتهم بالرغم من الفراغات دي. انا عندي الانتاجيه مرتفعه. الله يفتح على حضرتك. انا بزيد على كده ايه؟ ان ما فيش ولا بركه في الخط. خط ما فيش ولا بركه. انا بفكر ان انا ان شاء الله اخد فيه خط في الخط دي اخد خط رز. لا هو احنا مش يعني ممكن نحمل حاجه ثانيه يا دكتور بس افكر فيها. لا لا ممكن يحمل بس على الدوره وحاجات. بس هو بص يا باشا هو انا عاوز بس لا اخدها رز يا دكتور بس بعد اذنك يا معلم. بعد اذنك لا ما الحاج علي عايز يضع اللمسات بتاعته. هو 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 معاليك بس البتاع باينه كبيره قوي. هو الخط هنا الخط هنا مسافته بالظبط من النص للنص 70 سم. ايوه احنا بقى اتغلبنا عشان يعني خلي بالك بالنسبه للرز انت لو دخلت اي ارض رز قديمه هتلاقي ما فيهاش اي فراغ خالص. خلينا كمل معاليك بس استنى يا عم خلينا كمل معاليك بس كل حاجه محسوب.
70 سنتي البطنية بتاعت الخط 30 سنتي، المهم يعني اللي هينزرع فوق حوالي 35 سنتي. فإحنا زودنا الكثافة النباتية بحيث إن عدد النباتات في المتر المربع تكاد تساوي في الطريقة دي عدد النباتات في المتر المربع لو إحنا زرعناها شاتل. ما هي مشكلتنا، ما إحنا بنعاني برضك مع الفلاح اللي بيزرع شاتل وحاجات من دي، أقول له لازم تزرع على 20 في 20 عشان يبقى عندي 25 يعني نبات في الليل. يعني أنت أساساً الخطوط دي مقصودة، المصاطب دي مقصودة إن يبقى في ما بينها فراغات. لان انت عايز مكان ينطرد فيه الملح. ايوه عايز مكان. وفي نفس الوقت زي ما قلت زودنا الكثافه النباتيه الحمد لله بما لا يضر نمو نبات او يؤثر على ان انا حتى زياده الكثافه النباتيه عن المعتاد او عن المثالي يعتبر اجهاد اخر، ولكن احنا زودناها الحد الذي لا يسبب اي اجهاد، وفي نفس الوقت يعطيني عدد نباتات في المتر المربع. انا بتكلم كلام عدد نباتات في المتر المربع في هذه الطريقه يساوي او يعادل او يقارب ولا يقل عنه بدرجه معنويه. وطبعا العلماء اللي ناقص التجربه دي عشان نعممها في مساحات اكبر. احنا حضرتك معلش برضك لازم اشتغل عليها كمان سنه واثنين واخد بال. نجحت او وصلت عمليه النجاح، ممكن تكون نجحت هنا واخد بال سعادتك، ممكن تكون معاها كم علي بيرواه بالغمر وانا ما اعرفش. لا هزرعها سنه واثنين وثلاثه حتى اتاكد من صحه الايه النتائج، لحتى يعني استمرت في نجاحها هنقول نجحت، فشلت هنقول فشل. وهذا هو دور البحث. محطة إقليمية صح؟ نعم نعم محطة إقليمية غلبانة يعني على جدي. لكن أنتم مسؤولين عن تطبيق البحث العلمي. طب. ما تبنتش بحث علمي زي ده في المحطة ليه؟ بحيث إن هو يكون داخل أراضي كل أنتم بتمتلكوا أراضي وبتزرعوا فيها رز. ما هو عادي، ما هو احنا حضرتك احنا بنعملها اهوت. أنا حضرتك زرعت التجربة دي. الأرض دي بتاعت الحاج علي. أنا أقصد إن أنت ما بين أسوار. ما الحاج علي ما أنا اللي رحت له. ما أنا رحت له. أنا حضرتك زرع التجربة ديت. أنا هقول لخبر حضرتك حصر اهوت. أنا زارع هذه التجربة هذا العام. طبعًا إيه هيقول لك ده بسيون ده صاحب شطحات وبيقول أي كلام زي ما قيل لي سابق. أنا زارع هذه التجربة في بلطين بتاريخ 11/2 المنصرم، وكان يوما ممطرا في ارض رمليه تحت الرب الطنقيط. هتقول لي زارعها زان، هقول لك زارعها في انفاق، لان الحقل اللي في ريحي زارع طماطم وزارع خيار وكوسه في انفاق، والحمد لله النمو ماشي وطلع كويس اهوت، واحنا متابعين. وان شاء الله لو نجحت واستمر في البتاع ده هنعلن للناس عامه هذا الموضوع. أنا مش محتاج هذا الموضوع. لا أنا محتاجه عشان إيه؟ أتمنى أن يشارك معك أكتر من جهة بحيث أن أنت يكون الملف بتاعك ليه ثقل، مفيش اعتراض من الري، مفيش اعتراض من جهة بحثية أخرى، أن إحنا نبقى بنعمل حاجة علشان نخدم بلدنا. وأكتر من نوع من التربة برضه. نعم؟ أكتر من نوع من في التربة وأكتر من مكان، لأن إحنا عندنا أراضي كتيرة جداً بنبحث لها على تركيبه محصوليه تتناسب مع. هو انا عاوز اسال عم علي بعد اذن حضرتك سؤال. هو كان زارع ذره قصادها، لو انت شفت في الفيديوهات، هو انت كنت بتروي الذره زي الرز ولا كان ايه اللي بيتم؟ لا يعني الذره ممكن كان مع الرز عادي، يعني كل يومين ثلاثه بياخد مع الرز، عشان ملوحه كان الذره بيحتاج ميه زي الرز بالظبط. يعني كان المحبس ينفتح على الرز وعلى الذره جبال. لو حضرتك شفته نفس شبكه الري يعني. خد بالك يا باشا ده السؤال. نفس المحبس. وهو ما قدرش اصلا كان يشغل على الرز لوحده، لان اصلا الخطوط هي شبكه واحده. الخطوط هتنفجر يعني. الدورة نفسه لو سبته وقفلت عليه في يوم وفتحت في الرز كله عشان المايه تمشي كان يجيل. فوجئت تدور له مايه، المايه ما بتضروش. يجيل اللي هو الزبون الفسيولوجي يعني نتيجه العطر. فدي بس احنا كان عندنا مشكله السنه اللي فاتت، ان شاء الله السنه دي نعدلها. اللي هي ايه يا حاج بقى؟ الخرطوم بتاع الري طوله 37 متر. يعني البروستين او الرئيسي 63 في الدماخني. وطول الخرطوم الرفيع اللي هو نص بوصة 37 متر. كان عندك مترين في الاخر رزوم ضعيف. شفت بقى حضرتك؟ من عدم الوصول الميه الجيده للايه؟ للنهايه. ايوه. فالسنه دي ان شاء الله عملت السنه دي في زرع الشتوي اللي في البنجر حاليا عملت ايه؟ البروسلينه ده اهي خدتها في النص بعد 18 متر. بقى في 18 هنا و18 هنا. والخرطوم يدي 18 متر بس و18. بعد ما كان يبقى 37 اصبح 18 و18. وده بقى يفسر. انا عايز اعرف بس العزيمه دي بسم الله ما شاء الله اللي عندك سببها ايه؟ انت جنبك كله بيستسهل ويزرع موالح. سببها صح؟ لا مش لا ده سمك وارض طبيعيه في النبريه يعني عموما. لا المنطقه ما فيهاش موالح. ليه بقى؟ طفله طفله. ارض البستان هي اللي موالح. ارض البستان يعني هو ده الملجا ليك في الزراعه، ان انت تدور على ابتكار جديد ينقذ الارض عشان دي عشان ينقذ الارض، والا الارض دي عندي هتبور وخسرت المساحه دي. بالنسبه لخمسه يعني انا عايز ابينه هنا ان احنا في مساحات مماثله لطبيعه هذه التربه بنفقدها بسبب عدم قدرتها على الانتاج. الله يفتح على حضرتك. الراجل ده بيحاوطوا المزارع السمكيه، الارض طفله، الملوحه مرتفعه،
الري ارتوازي فمشاكله كتير جدا. هو ده اللي كان حاصل، وكنا وصلنا للسنه اللي فاتت ان خلاص يعني الارض كده ما عادش ما بتجيبش اللي مصاريفها. ولو ما زرعهاش هنيجي برضو نساله أكتر. انت ما زرعتهاش ليه؟ انت بتبورها؟ او ده راس مال مركون يا دكتور. فهيتقال كده. النهارده لما يكون في تجربه زي دي انا بطالب بالتقييم العلمي وان احنا نسانده. يعني هو محتاج ان يبقى في علماء بيشتغلوا معاه، محتاج ان يبقى في متابعه من المسؤولين القانونيين يحموه علشان ما يبقاش معرض في اي وقت يجي يقول له انا هعمل لك محضر. انت عامل مخالف، انت مخالف. بالرغم ان احنا شايفين المزرعه السمكيه جنب منه بالظبط. مزارع سمكيه مش مزرعه واحده. هو حضرتك بس بالنسبه لمسانده يعني الساده الباحثين يعني الغلابه الباحثين ازاي حضرتك؟ انا كنت معاه على طول، انا اللي صاحب التجربه. دكتور بشير انا كنت بروح له الساعه 7 الصبح. مش هتقف جنبه؟ ما انا واقف جنبه اهو. في الزراعه بس. في كل في كل في اشراف وفي معاينات وفي تبني يعني تبني. انا كنت بروح له الساعه 7 وفي حصاد. اتصال ايه؟ اتصالات تليفونيه يوميا، حتى كان عنده عمال قاعدين في المنطقه كنت اتصل عليهم. كان يتصل اقول لهم هحفزكم كذا وخلوا كذا. هحفزكم. فهو الشغل حياته العلمي مذاكرته وحياة البحث العلمي متابعته. حياته العلمي مذاكرته وحياة البحث العلمي ايه متابعته، ويبحث عن حلول برضه. ما بتجيبنا مشكلة بيبحث عن حل. عايز اخد من حضرتك كلمة أخيرة في نهاية فقرتنا، تقول ايه عن زراعة الأرز بالتنقيط بعد هذه التجربة؟ السنة الثالثة هي السنة اللي جاية إن شاء الله لحضرتك بتستعدلها بتعديلات في طريقة الزراعة، تقول ايه عن هذه الطريقة؟ هي كل ارض ولها ظروفها. الارض اللي فيها ملوحه يستحسن تبقى تخطيط او تمسطيل عشان تطرد الملوحه في الجلبيه بتاعه الخط. وبالنسبه للخرطوم ما يبقاش طويل زي ما احنا ايه غلطنا فيه او ما كناش واخدين بالنا من اللي بيحصل، عشان نسبه الميه تبقى كلها زي بعضها، الخط بطوله يبقى كله بياخد ميه زي بعض. لكن انت راضي عن هذه التجربه وعن مردودها الاقتصادي، يعني انت بتصرفه مع قيمه الارض يحقق ارباح. ما هو السنة اللي فاتت لما زرعت 15 جرات وخدت منهم اللي المراد يعني والحمد لله ربنا رضاني، السنة دي إن شاء الله هزرعها كلها على 4 فدادين ربنا يوفقك. بعد الأرض متشجرة، وبعدين بعد الرز أنا هزرع أرض بنجر، شوية البنجر السلام اللي مظبوطين مطرح الرز. لأنه هو حسن التربة. حسن التربة. والإضافات بتاعتنا عملت تحسين أيضا للتربة. وخفت ملوحة. هو الرز كده قدره إن هو إيه؟ يعني انتهى. له دورين، واخد بال سعادتك؟ دور اللي هو معروف اللي هو المحصول الاستراتيجي وغذائي واقتصادي، زائد ان هو مصلح للتربه. زرع غمرا، زرع تنقيطا، عشان عندنا اكتفاء ذاتي من الارز. نعم، محتاجين نزرع كام فدان؟ لا، ما هو الوضع الحالي احنا عندنا اكتفاء ذاتي. احنا عندنا حضرتك لو احنا هنحسبها حتى لو يعني 1.2 مليون او واخد بال سعادتك، عندنا بمتوسط انتاجيه، متوسط انتاجيه على مستوى الجمهوريه يعني حوالي 3.9 ل 4 طن، ده المتوسط الانتاجيه. فانا عندي حوالي 5.5 مليون ل 6 مليون طن على حسب المساحه. انا اصلا معدل استهلاك مصر معروفه، استهلاك الفرد بالسنه حوالي 40 كيلو جرام رز ابيض، واخد بال معاليك؟ معنى كده ان انا عاوز 3، ومع ان عدد المستهلكين اقول عشان احنا بيزيد. احنا برضو كمان مستهلكين بكميات كبيره في الارز. لا هو يعني بقول لحضرتك 40 كيلو متوسط بتاع استهلاك الفرد، 40 كيلو في السنه، 40 عدد اللي بيستهلكوا رز وبياكلوا، عشان عدد السكان بقى حوالي 105 او 110 مليون، حوالي 90 مليون، يبقى انا عاوز 3.6 مليون طن رز ابيض. حضرتك اضربهم في تصافي، انا التصافي اللي هو الرز الابيض. لا انا عشان الناس اللي بيحبوا الجوده العاليه زي سامح بيه كده، نسبه الكاسب بتكبر في الرز ايه المفروض يعني 5% 10%، هقول ايه التصافي بتاعه نسبه الكاسب اللي انا بقول عليها الكويسه ديت كمليون واحد او كمليون اتنين، هضرب في 65%. عايز جمله سريعه عن هذه التجربه توجهها لمين، او هذه الرساله توجهها لمين؟ طبعا يعني انا بوجهها، احنا بنعمل اهو بوجهها لمصر العزيزه، واحنا بنعمل طبقا لتوجيهات القياده السياسيه اللي حتى لسه كان في لقاء امبارح، اللي هي بتؤكد على التوسع في استخدام طرق الري الحديثه. ما هي دي طرق الري الحديثه؟ تحول الى الاقتصاد. وبهدله معالي وزير الزراعه على كل قطره مياه. معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واصلاح الاراضي بيولي او بيعطي فرصه مهمه جدا لكل الباحثين وخاصه شباب الباحثين ان هم ينفذوا تجاربهم، ان احنا نخرج بحلول للمشاكل اللي بنعاني منها، ويكون عندنا بحث علمي قادر على تنفيذ سياسه الاقتصاد الاخضر. اذا كنا بنتكلم على زياده سكانيه وتحديات مناخيه وقله الموارد المائيه، نقدر ان احنا نطبق البحث العلمي علشان نقدر نحافظ على الامن القومي الغذائي. انا بشكر حضرتك نورتني. بعد ذكر كلمه واحده، انا صراحه يعني بشكر معالي وزير الزراعه، لانه
يعني أي فكر جديد هو بيتبناه ولا يتوانى لحظة أن يقابل صاحب هذا الفكر ويجلس معه. فتحياتي للمعالي وتحياتي لمصر كلها وتحياتي للقيادة السياسية، وطبعا يعني مسكوا الخدام في التحيات لمعاليك زي ما أشرت في بداية الحلقة، يعني أحد رواد الإعلام الزراعي المتميزون بجد. بتعلم من حضراتكم. بشكرك دكتور بسيوني زايد، أستاذ زراعة الأرز بمركز البحوث الزراعية ومدير المحطة الإقليمية بشمال الدلتا، شرفتني. الحاج علي عبد الرازق، مزارع أرز بالنبرية ونموذج للفلاح المصري المكافح اللي ما فيش حاجة اسمها حاجة صعبة. محافظة كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، عزبة الصمت. يعني أنت من كفر الشيخ أساسي؟ كفر الشيخ. يعني عاشق لزراعة الأرز. مركز سيدي سالم، محافظة كفر. طب يعني الأرز ده هينافس زراعة الأرز في كفر الشيخ؟ الجودة بتاعته؟ بالنسبة للجودة والإنتاج ممكن الإنتاج. لما ياخد لما ناخد إيه؟ اللي في دماغنا التعديلات ديت ممكن إن شاء الله توازيها بإذن الله. يعني أنت لما بتيجي تاكل رز دلوقتي بتاكله من كفر الشيخ؟ اه طبعا بلا شك، مكان ممنوع نجله. بشكرك ونورتني حاج علي عبد الرازق، مزارع ارز بالنبريه وهو اساسا من كفر الشيخ محافظه الارز، موظف تامينات وبالمعاش، وموظف تامينات بالمعاش. ربنا يديك الصحه. لو انت ماشي. بعد الفاصل معايا فقره مهمه جدا عن الذهب الابيض، هل الخطوات التي تنفذها الدوله في هذه المرحله كفيله بعودته الى مكانته مره اخرى؟ هيكون معايا الدكتور وليد يحيى، وكيل صندوق تحسين الأقطان المصرية ورئيس بحوث تربية القطن بعهد بحوث القطن. بعد الفاصل.